ممرضة تضع طفلة بصحة جيدة بجانب أختها التوأم التي تحتضر، ثم تحدث معجزة حقيقية. مرحبا بكم. هذه القصة حدثت في مشفى ماساتشوستس التذكاري في وورسستر في عام 1995. في 17 من شهر أكتوبر ولد توأم كيري وبريل جاكسون قبل 12 أسبوعا من تاريخ ولادتهم. كان وزن كل منهم قرابة كيلوغرام عند الولادة. تم وضع كل فتاة في حاضنة منفصلة وفقا لقواعد وحدة العناية المركزة. كان يعتقد أن هذا يمكن أن يجنب احتمال العدوى المتبادلة. في الأيام الأولى بدأت كيري في اكتساب الوزن بشكل جيد والنمو، بينما كانت توأمها بريل ليست بصحة جيدة وتتنفس بصعوبة وتعاني مشكلات في القلب وعدم تشبع الأكسجين. تفاقم الوضع بحلول 12 من شهر نوفمبر. بكت الطفلة بريل لفترة طويلة لدرجة أنها بدأت تعاني مشكلات خطيرة في التنفس وزرقة في الجلد، وأصبح والداها في حالة من اليأس التام. عندما أصبحت حالة بريل حرجة، قررت الممرضة جيل تجربة طريقة أخرى لإعادة الفتاة إلى الحياة. فعلت هذا بإذن من والدها الذي كان مستعداً لفعل أي شيء من أجل إنقاذ حياة ابنته. تم استخدام هذه الطريقة في العديد من الدول الأوروبية، ولكنها كانت غير معروفة عملياً في الولايات المتحدة. وضعت الممرضة الفتاة الأقوى في الحاضنة مع أختها التي تحتضر، وسرعان ما حدثت المعجزة. بمجرد ما اقتربت بريل من كيري بدأت تهدأ وارتفعت قراءات الأكسجين، لكن الشيء الذي أذهل الجميع حدث عندما مدت كيري فجأة يدها الصغيرة وعانقت أختها المريضة. على الفور تقريبا استقر معدل ضربات قلب بريل وعادت درجة حرارتها إلى طبيعتها. على الأرجح ما كان هذا ليصدق لولا لم يتم تصوير المؤشرات والحالة. تركنا الفتيات معا على الرغم من ضيق المكان. بدأ كلاهما في النمو بشكل أسرع، وشهدت تغيرات إيجابية بشكل خاص في حالة بريل. ظهرت قصة الفتيات وصورهن على الصحف الكبرى. اللحظة التي احتضنت فيها كيري أختها الصغيرة أطلق عليها عناق الإنقاذ، وكان الأمر كذلك حقا. بعد فترة عادت الفتيات الأصحاء إلى المنزل، وأحدثت المقالات في وسائل الإعلام ضجة حقيقية. لذلك اضطرا هايدي وبول جاكسون والدا الأطفال المشهورين إلى تغيير رقم هاتفهم للتخلص من الصحفيين. عندما كانت الأختان صغيرات لم تنمن فقط في نفس السرير، بل حاولن أيضا عناق بعضهما البعض طوال الوقت. فرح والداهما بصداقتهما القوية وصحتهما الجيدة. صنعت فتيات جاكسون والممرضة شجاعة التاريخ. الآن الفتيات تبلغن من العمر 17 عاما وأصبحن فتيات جميلات وذكيات. حتى بعد سنوات عديدة لا يزال الأب يذرف الدموع عندما يشاهد معرض صور العائلة وصورة عناق الإنقاذ بالذات، كما لو أن هذا كان بالأمس. ما رأيكم بهذه القصة؟ أخبروني في التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة، وانتظرونا بفيديو جديد. إلى اللقاء.